بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بس ركز معايا يا شباب كده، والأمور إن شاء الله سهلة وبسيطة، مش في أي مشكلة خالص. هنتكلم النهاردة على الفيزيكال بروبرتيز أو الفيزيكال كاركترز بأيام الألكانز. إحنا عرفنا إن الألكانز هي المركبات الساتوريتد المشبعة اللي الكربون فيه بيكون محاط بأربع روابط سيجما، بيقول عليها كوفيلنت إيه؟ كوفيلنت بوند سيجما. أربع روابط، عشان كده بقول عليها ساتيوريتد. الأن ساتيوريتد ديت اللي هي الألكين والألكايل. الألكين بتحتوي على دبل بوند أسرة مزدوجة، الألكين بيحتوي على تريبل بوند اللي هي الأسرة الثلاثية. الألكين اللي هي الأسرة المزدوجة الدبل بوند واحدة سيجما واحدة باي، الألكين التريبل بوند اتنين سيجما اتنين باي وواحدة إيه؟ واحدة سيجما. هتكلم النهارده أول حاجة على اللي هي الفيزيكال كاركتر بتاعت مين؟ بتاعت الألكانات. الفيزيكال كاركتر بتاعت الالكانات يا شباب، زي ما انتم عارفين، خدنا ابسط مثال لها زي ما انتم عارفين اللي هو الميثان CH4. CH4 ده لما اقول لك انواع البوندنج اللي موجوده فيه، طبعا البوندنج اللي موجوده عندي ديت عباره عن بيور كوفيلنت بوند، او بقول عليها نان بولر كوفيلنت بوند. نان بولر كوفيلنت بوند، الايثان ده CH3 اللي هو 2 كربون و6 هيدروجين، الصيغه الجزيئيه بتاعته C2H6 اهو. طبق القاعده اللي هي الجنرال مولوكولار فورمولا او الجنرال فورمولا بتاعت العائله ديت اللي هي CnH2n زائد 2، يبقى ال n عندي ب2، يبقى الهيدروجينات كام؟ هتطلع ب6، اضرب ال 2 في 2 ب4 زائد 2 تساوي 6، يبقى C2H6. طيب المركبات اللي عندي دي يا شباب، لو قلت لك السولوبيليتي بتاعتها ديت تدوب في الميه، طبعا ما تدوبش في الميه. الميه اللي تدوب فيها المركبات القطبيه اللي هي البولر. المركب ده ليس ببولر، ليه؟ لان ما فيش عندي اي لا ايونيك بوند ولا بولر كوفيلانت بوند. البوند اللي موجوده عندي كلها عباره عن ايه؟ يا اما بيور كوفيلانت بوند بين الكربون والكربون، ما فيش اي فرق في السالبيه الكهربائيه، او بين الكربون والهيدروجين الفرق 0.4، يعني اقل من الايه؟ اقل من المطلوب عشان اعمل الايه؟ البولار كوفيلنت بوند. فنتيجه ان انا عندي ما فيش اي بولاريتي خالص، فبالتالي ما فيش عندي ايزوبانيه في الماي، ولا في عندي اي دايبول. كلمه دايبول يعني ايه؟ يعني عندي قطب موجب وقطب سالب. بينشا منين؟ من الاختلاف في السالبيه الكهربيه. ومتى تكون السالبيه الكهربيه فيها اختلاف؟ لما يكون الاختلاف بينهم وبين بعض ازيد من بوينت ايه؟ من بوينت 4، يعني من بوينت 5 فما فوق. فبالتالي المركبات ديت ليس لها دايبول مومنت، وليست بولر، ولا تدوب ايه؟ ولا تدوب في الماي، ولا تدوب في الماي. طيب لو جيت اتكلم على درجه الغليان، هي دي كلها فيزيكال كاركتر، خواص فيزيائيه. درجه الغليان مين اللي يغلي اكتر من الثاني؟ يعني لو عندي ميثان وعندي ايثان، مين اللي يغلي اكتر؟ يعني مين اللي ياخد درجه حراره اكتر؟ دولت جازز. في الحاجات الصغيره ديت درجه الغليان بتاعتهم بتكون اقل اصلا من الصفر، عشان تبقى الناس عارفه. يعني اللي درجه حرارته اعلى اللي بيحتوي على عدد ذرات اكبر من ذرات الكربون، اللي بقول عنده الكتله الجزيئيه بتاعته كبيره. بمعنى ايه؟ يعني اللي عنده كربونه واحده افضل منه اللي عنده اثنين، اللي عنده اربعه هيدروجين افضل منه اللي عنده كام هيدروجين؟ اللي عنده سته ايه؟ اللي عنده سته هيدروجين. طب لو قلت لك ده الايثان، ده بالبروبان اللي بيحتوي على ثلاثه كربون، مين الاكثر في البويلنج بونت، هو ولا الايثان؟ لا، البروبان، لان البروبان بيحتوي على ثلاثه. ده بالبيوتان اللي بيحتوي على اربعه كربون، الافضل هو ولا البروبان؟ لا، البيوتان، لانه اكثر في الوزن الجزيئي. يبقى كل ما زاد الوزن الجزيئي بتاع المركب اللي عندي، بتاع الالكان اللي موجود عندي، كل ما زادت البويلنج بوينت اللي هي درجه الايه؟ درجه الغليان. درجه الغليان يعني لو قلت لك الاوكتان، الاوكتان ده فيه كام كربون؟ في 10. وبقارنه بالهبتان، الهبتان ده فيه كام؟ فيه 7. يبقى مين اللي اكثر في درجه الغليان، اللي فيه 10 ولا اللي فيه 7؟ لا طبعا، اللي فيه كام؟ اللي فيه 10. اللي فيه 10 افضل من اللي فيه كام؟ افضل من اللي فيه 7. ماشي، يبقى درجه الغليان ده هعرف ان ده درجه غليانه اكبر وده درجه غليانه اقل. انا مش هقول لك احفظها، انا بقول لك تقول لي مين الاكبر. جبت لك مثلا اوكتان وبروبان وهكسان، يبقى مين الاكبر يا شباب؟ الناس ترد عليا. اوكتان بيحتوي 10 كربون، وهكسان 6، وبروبان 3، يبقى اللي فيه 10. يبقى كل ما زاد المولوكولار ويت، كل ما زاد الوزن الجزيئي للمركب، كل ما زادت درجه الغليان بتاعت مين؟ بتاعت الالكانات. طيب تمام، ده بدا القاعده دي خلاص عرفناها. ده بني لو فرضا، ناس تركز معايا بقى، لو فرضا عندي
زي قلت لك في حاجه اسمها الايزومر، النظائر، عندي مركبات لها نفس الصيغه الجزيئيه بالظبط. يعني انا الراجل اللي عندي ده اسمه اوكتانيا، اوكتانيا يعني يحتوي على كم كربون يا شباب؟ انا قلت لك هنا 10 كربون، ده 10 كربون ده اسمه ديكان، ديكان 10 ده اسمه ديكان يا شباب، ديكان 10 ده ديكان، انما الاوكتان ده 8، اوكتان 8. فانا عندي راجل زي اللي قدامي ده، الاوكتان ده في 8، 8 كربون، اللي فيه 8 كربون الالكان ده، يبقى الهيدروجينات بتاعته كام يا شباب؟ الهيدروجينات بتاعته تساوي كام؟ اللي فيه 8 كربون الهيدروجينات بتاعته تساوي كام في الالكان؟ CnH2n زائد 2، تمام، مش زي ما تساوي 18، تساوي 18. طب انا عندي ده واحد، قلت لك 1 2 3 4 5 6 7 8، الناس تركز بقى ما تقعدش تكتب حاجه، في 8. ده باجي للراجل ده اللي تحت ده، عايز اسميه، هسميه ازاي؟ ابدا هنا من اليمين ولا ابدا من الشمال؟ ابدا النمبرنج منين؟ الترقيم منين؟ عشان الناس اللي كانت بتسال، ابدا الترقيم منين؟ ابدا من الشمال، ابدا من الشمال ليه من اليسار؟ علشان خاطر التفرع اللي عندي ده ياخد اقل رقم. لان لو بدات من اليمين هيبقى 1 2 3 4 5 6، هتبقى الكربون اللي عليها تفرع ديت هتاخد رقم 6. طب انا لو بدات من اليسار من الشمال هتاخد رقم كام؟ هتاخد رقم 2. وزي ما قلت لك في التسميه بختار اطول، اول حاجه بعملها بختار اطول سلسله كربونيه. فالسلسله الكربونيه عندي الطويله فيها كام كربون؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 ده يعني ايه؟ يعني هبتان، هبتا يعني 7 كربون، وان يعني الكان. يعني ايه كلمه الكان او ان ديت؟ يعني عندي ساتوريتد كومباوند، يعني عندي الكربون بيحتوي على 4 بوند، 4 سنجل بوند، يبقى رقم 4 لازم يكونوا سنجل، ماشي يا شباب؟ عشان كده بقول عليه ساتوريتد، مشبع، بقول عليه ايه؟ ساتوريتد. طب تمام، ايه التاني بعد كده؟ عندي بقى هنا دلوقتي في عندي في البوزيشن رقم 2 ده، في عندي ديت التفرع اللي طالع ده بقول عليه مجموعه ميثايل، مجموعه ميثايل. يبقى عشان كده قلت عندي ايه اهو؟ 2 ميثايل هبتان، 2 ميثايل هبتان تعني ايه؟ تعني ان انا عندي تفرع، في عندي سبستيوشن استبدال في الكربونه رقم 2 على الميثايل جروب، ماشي يا شباب؟ على الميثايل جروب، على على الكربون رقم 2 ديت فيها ميثايل ايه؟ فيها ميثايل جروب. كان استبدلت طبعا ديت سي اتش 2، ديت سي اتش 2، ديت سي اتش 2، ديت سي اتش 2 في الرسم كده، يعني ديت برضه سي اتش 2، سي اتش 2، سي اتش 2، زي ما انتم عارفين سي اتش 2، سي اتش 2، سي اتش 2. فانا عندي هنا السي اتش 2 اللي هنا ديت استبدلت واحده من الهيدروجينه ديت بمجموعه ميثايل، بمجموعه ميثايل. سيادتك برضو لو جيت تجمع كل ذرات الكربون اللي موجوده في الاثنين ميثايل هبتان هتلاقيها برضو سي 8 اتش 18. هتلاقي عدد ذرات الكربون 8، عدد ذرات الهيدروجين 18. عشان كده بقول للناس ديت بقول اسمها ايزومر، نظائر لبعضها بيشبهوا بعض ولكن بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في الشكل الفراغي، في الاستراكشر بتاعهم، في توزيع المجموعات. يعني ديت هنا بقول عليها ستريت تشين اللي هو الاوكتين ده اهو، مفيش عنده اي تفرع خالص. يبقى النظائر ديت او الايزومر المولوكولار فورمولا بتاعتهم واحده. يعني انا بقول سي 8، لما اقول سي 8 اتش 18 دي بتعني ايه؟ ان ممكن يكون عندي اي حاجه من الثلاث مركبات ديت اللي قدامي دولت، ممكن يكون الاوكتان، ممكن يكون الاثنين ميثايل هبتان لان الصيغه ديت تنطبق على الاثنين، ممكن يكون اللي تحت ده 2 و2 3 و3 تترا ميثايل بيوتان. جايه منين التسميه ديت؟ اجا بص قلت لك بختار أطول سلسلة كربونية، أطول سلسلة كربونية عندي كام؟ 1 2 3 4. طب هتقول لي دي أطول سلسلة، أقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لأن دي 1 2 3، فالأربعة أكبر من الثلاثة، تمام. طب أنا عندي، يبقى أنا عندي كده كام أطول سلسلة كربونية؟ أربعة، يبقى اللي فيها أربعة كربون ده اسمه إيه؟ اسمه بيوتا. بيوتا يعني أربعة كربون، وآن ده يعني إيه؟ آن يعني المركب اللي عندي ده ساتيوريتد، يعني ألكان، يعني ما عنديش أي دبل بوند خالص، كله عبارة عن سنجل بوند. كلمة ساتيوريتد تعني هذا، هي موجودة عندي سيجما بوند، تمام. طب أشوف بقى التفرعات اللي عندي، لو قلت دي الكربون رقم واحد، يبقى دي اتنين، دي تلاتة، دي أربعة. هل لو بدأت من اليمين هتختلف يا شباب؟ لو بدأت من اليسار الاتنين واحد، ليه؟ لأن لو بدأت من اليمين ديت هتاخد اتنين تلاتة،
لو بدأت من اليسار برضه هتبقى اتنين تلاتة، مش هتفرق عندي أي شيء. تمام شاذة، بارك الله فيك. ماشي يا شباب. طيب ده بقى أنا عندي هنا في البوزيشن رقم اتنين، الكربون رقم اتنين ديت عليها تمام رسل، عليها الشرطة دي تعني إيه؟ تعني مجموعة ميثايل. الشرطة دي تعني إيه مجموعة ميثايل؟ الشرطة اللي هنا ديت التفرع ده ميثايل، التفرع ده ميثايل. يبقى الراجل ده بقول عليه إيه؟ بقول اتنين واتنين يعني إيه؟ يعني الكربون رقم اتنين في السلسلة الكربونية اللي موجودة عندك استبدلت الهيدروجينات اللي كانت موجوده بمجموعه ميثايل ومجموعه ميثايل. في رقم ثلاثه نفس الكلام، ثلاثه وثلاثه استبدلت الهيدروجين اللي كانت موجوده فوق دي بميثايل والهيدروجين اللي كانت موجوده تحت بميثايل. علشان كده بقول 2 و2 3 و3، يبقى كده معناها ان انا عندي كام مجموعه ميثايل؟ عندي اربعه. كلمه اربعه دي يعني ايه؟ تترا. تترا يعني عندي اربعه. طب لو عندي مثلا واحده بس في اثنين ميثايل جروب واثنين في البوزيشن رقم 3، يبقى كنت هقول ايه؟ 2 3 و3 تراي، تراي يعني 3. طب لو كان عندي واحده في البوزيشن رقم 2 واحده في البوزيشن رقم 3، يبقى كنت هقول ايه؟ هقول 2 و3 داي ميثايل. طب لو كانت كلورو هقول 2 و3 داي كلورو، كانت برومو هقول 2 و3 داي برومو. طب تكون زي ما تكون، تكون ايه يا شباب؟ تكون زي ما تكون. يبقى 2 و2 3 و3، بقول ان عندي في البوزيشن رقم 2 في حصل استبدال بمجموعتين ميثايل، ورقم 3 نفس الكلام، عشان كده قلت تترا ميثايل بيوتين. الغرض بقى من الكلام ده كل دولت الصيغه الجزيئيه بتاعتهم واحده سي 8 اتش 18، يعني سي 8 اتش 18 يطلع لي المركب ده الاوكتين، وينفع 2 ميثايل هيبتين، وينفع 2 و2 3 و3 تترا ميثايل بيوتين. الراجل ده هو اتقال لك بقى في الفيزيكال كاركتر في درجه الغليان، قال لما يكون عندك مساحه السطح كبيره في زي المركب ده، مساحه السطح بتاعته كبيره بقول عليها حاجه اسمها السيرفس اريا، السيرفس اريا ماشي، بيكون درجه الغليان بتاعته اكبر 125. حصل عندي تفرع درجه الغليان قلت، فالسيرفس اريا قل، بقى عندي 7 كربون اطول سلسله كربونيه، بقى عندي 118. هنا عندي اطول سلسله كربونيه بقت 4، فمساحه السطح اللي عندي قلت، بقى الراجل البولينج بونت بتاعته بتاعت كام؟ 107. يبقى كل ما زاد عندي التفرع كل ما قلت درجة الغليان، كل ما قل التفرع كل ما زادت درجة الغليان، بدليل اللي ما عليهوش ولا تفرع درجة غليانه 125. اللي حصل عنده تفرع عند بوزيشن واحد بقى عنده كام؟ 118. اللي حصل عنده تفرع 4 مرات بقى بكام؟ 107. 107. يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى كل ما زادت مساحة السطح كل ما زادت درجة الغليان، كل ما زاد التفرع كل ما زاد التفرع كل ما قلت الايه؟ كل ما قلت درجة الغليان، فالتناسب عكسي. إنما مع مساحة السطح التناسب طردي، زاد ساحة زاد عندي السيرفس اريا كل ما زادت مين؟ كل ما زادت البويلنج بوينت. كل ما زاد التفرع كل ما قل مين؟ كل ما قل درجة الغليان. السبب ايه يا شباب؟ إن أنا عندي الألكان ديت، الألكان زي الأوكتين ده بيكون متصلين مع بعض أو في أتراكشن للجزيئات مع بعضها بحاجة اسمها الديسبرشن فورس. أو الأتراكشن فورس ماشي، يعني في واحد تاني كده زيه كده معاه، واحد تاني زيه برضه معاه، فدولت مساحة السطح بتاعتهم الأتراكشن بينهم عالية، علشان الأتراكشن ده يروح قوة الشد ديت تروح ما بينهم وبين بعض بتستهلك درجة حرارة عالية، علشان كده البولينج بونت عندي بتزيد. هنا الأتراكشن فورس قوة التجاذب أو قوة الشد بينهم وبين بعض قلت شوية، علشان كده درجة الغليان إيه؟ قلت. هنا قوة التجاذب قليلة جدا، هنا كام بوينت هنا يتصلوا بقى مع بعض؟ 4 بوينت بس، فعلشان كده درجة الغليان بتايه؟ درجة الغليان بتقل نتيجة ان قوة الشد او الديسبرشن فورس او الاتراكشن فورس اللي بينه وبين بعض بتقل، فبالتالي الطاقة اللي انا هستخدمها اللي هي الحرارة علشان تفضل الاشتباك بينهم وبين بعض او الاتراكشن بينهم وبين بعض او الشد اللي بينهم وبين بعض بتزيد لما تبقى مساحة السطح عالية. انما كل ما قلت مساحه السطح فالاتراكشن بينه وبين بعض قليل، فدرجه الغليان بالتالي ايه؟ بالتالي هتقل. يبقى كل ما زادت السيرفس اريا كل ما زاد الاتراكشن فورس، كل ما زادت الديسبرشن فورس، كل ما زادت البولينج بوينت. انت عندي تفرع برانشنج اكتر كل ما هتقل البولينج بوينت، ليه؟ لان البوينت بتاعت الاتراكشن مع بعض قلت، فبالتالي مساحه السطح قلت، فبالتالي الطاقه اللي انا هستخدمها علشان افصلهم عن بعض عشان الليكويد اللي عندي ده يحصل له عمليه بويلنج، الطاقه اللي انا هستخدمها قليله، فبالتالي هتكون درجه الحراره او البويلنج بوينت ايه؟ هتقل ايه؟ هتقل عندي. هنيجي بعد كده ازاي نحضر الالكانات.
اول حاجه هنحضر من الالكانات ان انا بعمل عمليه ريدكشن. احنا زي ما احنا عارفين الالكان ده عباره عن ايه، احنا لما كنا بنقول مجموعه الالكايل هي عباره عن ايه، عباره عن الكان وحذفت منه اتش، اخدت منه اتش. يعني عندك على سبيل المثال الميثان سي اتش 4، لما احذف منه هيدروجينه هيتحول ليه؟ يتحول الى الميثايل، فدي اسمها مجموعه الكايل. البروبان سي 3 اتش 8، هحذف منه هيدروجينه يتحول الى بروبايل. مش قلت لك احذف ام حط المقطع واي ال، يبقى اسمه كده الكايل. الكايل كل الالكانات اللي عندك احذف هيدروجين من اخر كربون سي اتش 3، يبقى اللي اتبقى عندك ده كله عباره عن مجموعه الكايل. وبناء عليه ده بنا دلوقتي لو عايز مجموعه الالكايل ديت تتحول الى الكان، يبقى اعمل فيها ايه؟ لو مجموعه الالكايل ديت عايزه تتحول الى الكان يبقى اعمل فيها ايه يا شباب؟ اضيف هيدروجين. تمام شذا، كلمه اضافه الهيدروجين ده يا شباب ايه بقى؟ تمام رياض، كلمه اضافه الهيدروجين ديت معناها ايه؟ معناها زي ما قلت لك قبل كده لما كنا بنشرح اخر محاضره في الانترودكشن اسمها عمليه الريدكشن. عمليه الريدكشن قلت لك الريدكشن تعريفه هو ايه؟ الناس تركز معايا، ان انا اضيف هيدروجين وانزع اكسجين. يعني تضيف هيدروجين او انزع اكسجين، او اعمل العمليتين مع بعض زي ما زينب بتقول كده، ان انا اضيف هيدروجين وانزع اكسجين، او اضيف هيدروجين فقط او انزع اكسجين فقط. يبقى دي كده بقول عليها عمليه الايه؟ عمليه الاختزال، عمليه الريدكشن، عمليه الريدكشن. تمام، عاشت مجهوداتكم. يبقى انا عندي الار اي ديت اللي هو الالكايل ايودايد. الكايل ايودايد ده ينتمي الى عائله ايه؟ عائله الالكايل هالايد. تمام، الراجل ده اعمل له عمليه ريدكشن، يعني عمليه اديشن اوف هيدروجين. يبقى عشان اعمل عمليه الريدكشن يا شباب زي ما انتم عارفين لازم يكون عندي ريديوسنج ايجنت، عندي عامل مختزل. عامل ايه؟ عامل مختزل. ايه هو العامل المختزل؟ لا موجود عندي ده فعل في عمليه الريدكشن للالكايل ايودايد او الالكايل هالايد، الزنك في وجود الاتش سي ال. ده بقول عليه بقى انت تعرف الحاجات دي كلها ما تكون موجوده عندك في الاورجانيك كيمستري عشان تعرف ان ده بيعمل عمليه ريدكشن، الزنك في وجود الاتش سي ال. المغنيسيوم في وجود الايثانول، احنا عارفين الفانكشن جروب بتاعه الالكول اللي هي الاو اتش. الاي تي ديت اختار اختصار ايثايل بتاعه الايثانول، يعني ايه؟ يعني سي 2 جاي من الايثان يبقى سي 2 اتش 5، يبقى ده كده اسمه الايثانول. سي 2 اتش 5 او اتش اسمه ايثانول. وقول في الاخر ديت اي مقطع اول تعرف ان عندك مجموعه كحول او اتش. مقطع اول ده يدل على ان عندك او اتش جروب، كحولات الكول. يبقى اول ديت مقطع اول ده بيقول ان عندك الكول. طيب في عندك بعد كده ريديوسنج ايجنت اللي هو البلاديوم في وجود الهيدروجين جاز، زي ما موجود على السهم كده بلاديوم في وجود الهيدروجين جاز اهوت، او حاجه ريديوسنج ايجنت اخر اسمه الليثيوم الومنيوم هيدرايد. يبقى برضو ده كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريديوسنج ايجنت. الراجل تعرف الحاجات ديت زي اسمك، اجيب لك في الامتحان كذا واحد يقول لك من ريديوسنج ايجنت او احط لك معاهم اوكسيدايزنج ايجنت، تبقى عارف الناس ديت من بعضها. تمام، يبقى انا عندي الراجل ده كل ما هنالك ايه اللي هعمله؟ الهيدروجين ده اتش 2 ده هيجي يتضاف على الار، الار هتاخد اتش والاي هتاخد اتش، يبقى ده تحول الى اتش اي هيدروجين ايودايد، وده تحول الى الالكان المقابل. يعني انا لو عندي هنا ميثايل ايودايد، ميثايل ايودايد يا شباب، يبقى لما اضيف عليه الهيدروجين في وجود البلاديوم يبقى اللي هيخرج عندي ده عباره عن ايه؟ انا عندي هنا الار ميثايل، الار ميثايل. الار ميثايل يا شباب في وجود العامل المختزل ده اللي هيضيف عندي الهيدروجين، كل العوامل المساعده ديت بقول عليها ريديوسنج ايجنت عشان اضيف بيها الهيدروجين علشان اعمل بقى عمليه الريدكشن. يبقى لما ابدا بميثايل ايودايد يبقى هيديني الميثان، مش ميثايل هضيف عليها هيدروجين تبقى سي اتش 4، تبقى سي اتش ايه؟ سي اتش 4. يبقى عندك اي الكايل جروب موجوده عندك متصله بايودايد وعملت لها ريدكشن، كل ما هنالك كل ما هنالك الاتش هتضاف على مجموعه الالكايل تتحول الى الالكان المقابل. يعني عندك مجموعه بروبايل ايودايد يبقى البروبايل ده تتحول ايه؟ الى بروبان. بيوتايل ايودايد يبقى البيوتال تتحول الى بيوتان. هيكسايل ايودايد يبقى الهيكسايل ده تتحول الى ايه؟ هيكسان. تتحول الى ايه؟ تتحول الى الالكايل الالكان المقابل. يبقى عند الكايل جروب
تتحول الى الالكان المقابل. ليه؟ لان بقول لك هي الالكايل جروب عباره عن ايه؟ عباره عن الكان منزوع منه هيدروجين. انا كل اللي بعمله في عمليه الريدكشن بضيف هيدروجين لاي عامل من العوامل اللي موجوده عندي دي كلها، تعمل لي عمليه الريدكشن، بتعمل لي عمليه الايه؟ عمليه الريدكشن. طيب بعد كده عندي، يبقى احنا كده عملنا ريدكشن للالكايل ايودايد. ده بقى انا عندي الكحوليات اهو لسه قايل لك المجموعه الوظيفيه بتاعتها او اتش. بستخدم بقى ريديوسنج ايجنت عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروجين ايودايد في وجود الفوسفورس وعند 150 درجه مئويه. نفس الكلام الاو اتش مع الاتش هتخرج از ووتر. يبقى الراجل ده وظيفته ايه؟ ان هو بيضيف لي على الار اتش. يبقى لو عندي هنا وليكن ميثانول، مش الميثانول عارفين ان هو سي اتش 3 او اتش، يبقى الميثانول ده ما احط لك على السهم هيدروجين ايودايد وفوسفورس وعند 150 درجه مئويه، يبقى ده هيتحول الى ايه؟ الميثايل جروب ديت هيحصل لها ريدكشن، هتتحول الى ايه دلوقتي لما احط عليها هيدروجين ايودايد في وجود الفوسفورس وعند 150 درجه؟ هتتحول نفس الكلام الى ميثان. اهو بعمل عمليه ريدكشن للالكايل جروب اللي موجوده عندي دي، يبقى سي اتش 3 هتتحول الى سي اتش 4. يبقى اللي طلع عندي ده اسمه ايه؟ اسمه ميثان. اسمه ايه يا شباب؟ ميثان. ده بقى هنا مش مستخدم مثلا الميثايل الكول او الميثانول، الاثنين بمعنى واحد، مستخدم البروبايل الكول. البروبايل الكول ده شكله كده مجموعه بروبايل، احنا عارفين طبعا ديت واحد اثنين ثلاثه تبقى بروبايل او بروبان. ده بقى انا هستبدل هيدروجين منها بمجموعه او اتش، يبقى كده اسمه البروبانول او البروبايل الكول. الراجل ده عامل له عمليه اختزال بالريجنت اللي موجود عندي ده، يبقى ده يتحول الى ايه يا شباب؟ البروبايل الكول ده هيتحول الى ايه؟ ديت سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش، يبقى سي 3 اتش 7 او اتش. يبقى اللي خرج اللي هيخرج عندي من الريدكشن ده يبقى اسمه ايه؟ انا هنا بروبايل، يبقى اللي هيخرج عندي ده اسمه ايه؟ انا كان ميثايل خرج از ميثان، البروبايل ده هيخرج از ايه؟ لما ياخد الاتش من الريديوسنج ايجنت اللي موجود عندي ده، البروبايل ده هتتحول الى ايه؟ الى بروبان. هي دي شغلانه؟ قلت لك هيكسايل هيكسان، بروبايل بروبان، بيوتايل بيوتان. انا كل ما ذلك بزود عليها هيدروجين وخلاص، بزود عليها هيدروجين بس كده. طيب خدنا عندنا في لما كنا بنقول الفانكشن جروب واتكلمنا في الماينس ميزوميريك افكت، قلت عندي حاجه اسمها الكيتون اللي السي دبل بوند او بتاعتها بتسحب الالكترونات ديت، برضو لما اعمل لها عمليه اختزال ريدكشن بتتحول الى الالكان المقابل. طيب الراجل اللي عندي ده اسمه بروبانون، الراجل ده بترسم زي ما هو قدامك كده سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3 السي دبل سي او ديت هي دي الرسمه الصحيحه بتاعتها سي دبل بوند او سي دبل بوند او. انا دلوقتي حولتها لايه؟ سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3. دي معناها ايه؟ عملت للسي دبل بوند او ديت اوكسيديشن ولا ريدكشن يا شباب؟ عملت لها اكسده ولا اختزال؟ الاو خرجت عندي وتحولت الى 2 اتش. بعمل عمليه ريدكشن اهو، بقول لك ريدكشن اوف كيتون او الدهايد اللي هي الكربونايل كومباوند. يبقى انا عندك عمليه الريدكشن دي يا شباب بقى المهم، دي مهمه جدا جدا جدا. يبقى بعمل لما بعمل ريدكشن للكرب، قلت لك المركبات اللي بتحتوي على سي دبل بوند او ويمينها كربون وشمالها كربون اسمها كيتون. لو واحده من الكربون ديت السي اتش 3 ديت عباره عن هيدروجين، يعني الفانكشن جروب اللي عندي سي دبل بوند او اتش يبقى اسمه الدهايد. الكلمتين دولت انا قلتهم يجي 20 مره ولا 50 مره من ساعه ما بدانا شرح. يبقى اسمهم ايه؟ اسمهم الدهايد. يبقى اسمه الدهايد. يبقى الراجل ده في الحاله دي دلوقتي يا شباب لما عملت عمليه اختزال حاجه اسمها كليمنسون ريدكشن، اختزال كليمنسون. الكلام ده يتم في الوسط الحامضي، يتم في الوسط الايه؟ الحامضي. يبقى الراجل ده عباره عن ايه بقى الايجنت اللي بيستخدمه بيعمل لي عمليه الاختزال؟ الزنك في وجود الميركري. وجود مين؟ ال HCl الوسط الحامضي، الوسط الحامضي، بقول عليه زنك امالجم او الزنك في وجود الميركري في وجود ال HCl. يبقى العامل او الرياكشن ده اسمه ايه؟ اسمه كليمنسون ريدكشن.
اليمينسون ريدكشن. طيب تمام، الراجل ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي العامل المختزل ده، بيختزل السي دبل بوند او الى سي اتش 2 اهو. يبقى انا عندي عملت ايه؟ نزعت اكسجين وضفت 2 هيدروجين. الراجل ده اللي موجود في السوق ده البروبانون ده اسمه بروبانون. اول مقطع اون في اخر اي حاجه ديت يعني ايه؟ يعني ان انا عندي كيتون. يعني ايه كيتون؟ يعني عندي سي دبل بوند او ومحاطه بكربون يمين وكربون شمال. وايه بروبانون ديت؟ بروبا يعني كام كربون؟ يعني 3. واون يعني ايه؟ يعني كيتون. الراجل ده البروبانون ده هو الاسيتون اللي موجود في الصيدليات اللي هو مزيل الاظافر، ده اسمه اسيتون، الاسيتون. ما علينا، اهم حاجه تعرف ان انا عندي ده سي دبل بوند او اللي هو الكيتون اللي هو الكربونايل كومباوند، مش مشكله الاسم عندي، بس ما تعرف اي حاجه بقولها هتفرق معاك في كل حاجه بنشرحها. يبقى الراجل البروبانون ده اللي هو الكيتون ده او الاسيتون ده لما حطيت عليه الزنك امالجم في وجود الاتش سي ال عمل لي ريدكشن للاو، حذفها وحطيت مكانها مين يا شباب؟ 2 هيدروجين، فتحول الى ايه؟ البروبانون اتحول الى بروبان. مش ده البروبان سي 3 اتش كام يا شباب؟ بروبان سي 3 اتش كام؟ اتش 8 سي ان اتش 2 ان زائد 2 سي ان اتش 2 ان زائد 2. يبقى انا عندي كام عدد ذرات الكربون؟ 3، اضربها في 2 وازود عليها 2. مش هي دي الجنرال فورمولا بتاعت الالكان؟ سي ان اتش 2 ان، يبقى عدد الان ده اللي هو عدد ذرات الكربون اضربه في 2 واضيف عليه كمان 2 عشان خاطر الحبايب اللي ما بتذاكرش. يبقى سي ان عندي هنا 3 اضربها في 2، يبقى عندي هنا عدد ذرات الكربون 3 اضربها في 2 عشان اجيب عدد ذرات الهيدروجين وازود عليها 2، يبقى ال 2 في 3 ب 6 زائد 2 يبقى 8. يبقى سي 3 اتش 8 ده هو ده رمز مين؟ رمز البروبان. ده بالبروبايل بقى عندي كام ذره هيدروجين يا شباب في البروبايل؟ البروبايل كالكايل جروب، كالكايل جروب بروبايل، بروبايل ما فيها كام ذره هيدروجين؟ قلت لك الالكان واحذف منه هيدروجينه يبقى 7. الالكان احذف منه هيدروجينه وخلاص، بس يبقى هو ادي لك مجموعه الالكايل المقابله، مجموعه الالكايل المقابله يبقى بروبايل. طب تمام، في عندي طريقه ثانيه برضو نفس المركب ده، بس ركز معايا عشان ده هتيجي في الامتحان. هو نفس المركب ده لما عملت هنا بكليمنسون ريدكشن اللي هو الزنك امالجم في وجود الاتش سي ال الوسط الحامضي اتحول الى الالكان المقابل. الالكان المقابل يعني ايه؟ يعني نفس عدد ذرات الكربون، هنا عدد ذرات الكربون 3، عندي هنا عدد ذرات الكربون 3. طب انا عندي هنا ممكن اعمل عمليه اختزال مش عن طريق بقى كليمنسون، في طريقه ثانيه بتديني نفس البرودكت برضه، نفس ده هو ده. بعمل حاجه اسمها وولف كيشنر ريدكشن، اختزال عن طريق وولف كيشنر. وولف كيشنر ده بيتم فين؟ في وجود الوسط القاعدي. يبقى ده بيوصل كليمنسون بيتم في الوسط الحامضي، ده بيتم في الوسط القاعدي. طيب الراجل ده الريجنت كان بتاع كليمنسون ده اللي هو مين؟ زنك امالجم او الزنك مع الميركوري في وجود الاتش سي ال الوسط الحامضي. ده بولف كيشنر ده الهيدرازين، الراجل ده اسمه هيدرازين ان اتش 2 ان اتش 2، رمز حاجه اسمها الهيدرازين. كل اللي بقوله لك ده وانت بتكتب معايا الملاحظات او بتتفرج على المحاضره على اليوتيوب، كل ده تكتبه سيادتك مطالب به، سيادتك هتعرفه دلوقتي هتلاقي الدنيا معاك سالكه و100 100. هيدرازين، هيدرازين ديت زد. الهيدرازين ده اللي هو ان اتش 2 ان اتش 2، اجي لك في الامتحان اقول لك رمز الهيدرازين كذا كذا كذا، اختار الصح يبقى سيادتك تبقى عارف كده ان اتش 2 ان اتش 2 اسمه هيدرازين. البرودكت اللي طلع عندي ده الانترميديت ده مش لازم، مش مشكله هناخد الكلام ده في سنه ثانيه بالتفصيل، مش عايزك تشغل بنفسك بيه دلوقتي. يبقى الراجل وولف كيشنر ده بيستخدم الهيدرازين في وجود الاو اتش. الاو اتش دي يعني ايه؟ يعني وسط قاعدي، رمز القاعديه. زي ما قلت لك هنا الاتش سي ال رمز الحامضيه، لو جبت لك على السهم حطيت لك اتش كده وعليه موجب، اتش عليه موجب دي تعني ايه؟ تعني بروتون. هي بالظبط زي ما اقول لك اتش سي ال، يعني لما اقول لك زنك امالجم في وجود اتش موجب هي يا كاني بقول لك اتش سي ال، لان رمز الحامضيه الاتش الموجب البروتون. هنا نفس الكلام، لو قلت لك الاو اتش ديت ماينس او كتبت لك صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد الاثنين بمعنى واحد. يبقى الراجل وولف كيشنر ده في البيزك ميديا، يبقى البيزك ميديا هي فين؟ البيزك ميديا اللي عند الوسط القاعدي اللي هو الاو اتش ده مع الهيدرازين ده بيحول لي اللي هو زي ما اتفقنا الراجل ده اسمه اسيتون او البروبانون، ما
ماشي يا شباب، بروبان في الاخر بحذف المقطع ايه بتاع الان واحط مكانها اون، يبقى الراجل اللي موجود عندي ده عباره عن كيتون. بروبانون، وفرق ايه عن البروبان؟ الان حولتها الى اون. اي اون تقابلك في حياتك تعرف اللي عندك ده عباره عن كيتون، عباره عن كيتون. دي دبل بوند او، يمينه كربون وشماله كربون، اللي فوق ده هو اللي تحت ده بالظبط. طيب يبقى الراجل ده تحول ايه لنفس البروده ده بالظبط، يبقى انا بقى عباره عن ايه، غيرت الايه اللي هو الايه الريدكشن او الريديوسنج ايجنت اللي انا ايه اللي انا استخدمته. طيب الناس احنا قلنا دلوقتي ساتيوريتد كومباوند او ساتيوريتد هيدرو كربون اللي هي الالكان التي لا تحتوي على اي رابطه او اي اسره مزدوجه. طب الان ساتيوريتد بقى اللي هي مين؟ اللي هي الالكين اللي بتحتوي على دبل بوند الاسره المزدوجه C2H4 ديت اللي هو انهي مركب ده يا شباب؟ ده الصيغه الجزيئيه للراجل ده. الصيغه الجزيئيه ديت بتبقى صعبه ما تعرفش منها المركب الاصلي، انما الصيغه اللي هي الاستراكشر ده الكيميكال استراكشر ده كده بيبين لك المركب بالظبط. يبقى عندك سي دبل بوند، عندك هنا اتش، عندك هنا اتش. لو قلت لك سؤال المولوكولار فورمولا بتوضح نوع الاواصر اللي موجوده في المركب، المولوكولار فورمولا بتوضح نوع الاواصر الروابط اللي موجوده في المركب. يعني لما اقول لك سي 2 اتش 4 سي 3 اتش 8 سي 4 اتش 10 كده وضحت لك نوع الاواصر اللي موجوده في المركب. يبقى لما اجيبها لك صح او غلط يبقى سيادتك تاخد بالك. لما اقول لك مولوكولار فورم ما توضحش، ده احنا كان عندنا هنا ثلاث مركبات ثلاثه هم زي بعض. هل لما اقول سي 8 اتش 18 عرفت ان واحد من دولت؟ بتديني ثلاثه. هل بتوضح لي الاواصر والتفرعات والكلام ده كله؟ لا ما بتوضحش. ما بت ايه؟ ما بتوضحش. يبقى سيادتك عشان سيادتك تكون واخد بالك. يبقى انا عندي ده يا شباب اللي هو مين؟ اللي هو الالكين اللي بيحتوي على الاسره المزدوجه اللي بقول عليها الدبل بوند. وزي ما شرحنا في الانترودكشن قلت لك هي عباره عن واحده قويه سيجما بوند صعبه الكسر، وواحده سهله الكسر او سهله الحركه اللي هي الباي بوند. الباي بوند ده بقى انا عندي اللي بيحتوي على تريبل بوند ده اسمه ايه؟ اسمه الكاين، والناس عارفه الكلام ده كله. طيب قلت عندي لو الدبل بوند ديت، لو انا الاسره الباي ديت يا شباب كسرتها وعملتها عملية ريدكشن، عملية هيدروجينيشن، ضفت عليها هيدروجين، يبقى أكيد اللي هيطلع عندي ده، ده كان عندي هنا CH2، كسرت الأسرة الباي، يبقى اللي هيخرج عندي ده يكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن الألكان المقابل. عبارة عن الألكان، الألكان ما فيش فيه باي بوند، فأنا هكسر الباي بوند، يبقى هطلع مين؟ هطلع الألكان المقابل. فأنا عندي هنا ده اسمه الإيسيلين أو الإيسين. C2 اتش 4 اللي هو سي دبل بوند سي، وهنا الكربون متصله باثنين هيدروجين والكربون ده متصله باثنين هيدروجين. قلت لك المركب في كل الكربون في كل المركبات الاورجانيك رباعي التكافؤ يحتوي على اربعه بوند، ادي واحده مع الهيدروجين، واحده مع الهيدروجين واثنين مع الكربون، يبقى الاجمالي كام؟ اربعه. ونفس الكلام الكربون ديت. تمام. يبقى الراجل ده الاسره الباي اللي سهله الكسر ديت حاجه اعملها افعلها مع الهيدروجين، جزيء الهيدروجين جاز في وجود النيكل وعند 300 درجه مئويه، كاني بعمل عمليه هيدروجينيشن، عمليه هدرجه. هدرجه يعني بضيف هيدروجين، كانها بالظبط بعمل عمليه ريدكشن، عمليه اختزال للباي بوند. يبقى لما اعمل هنا هدرجه او اختزال للباي بوند كاني بكسرها، بفك الاسره اللي موجوده عندي ديت. يبقى معناه الاتش 2 ديت يعني ايه؟ يعني ذره الكربون ديت هتاخد هيدروجين، ذره الكربون ديت هتاخد هيدروجين، وكده خلاص الاسره اللي عندي باي بقت باي باي، ما عادتش موجوده. بقى عندي من دلوقتي CH3. الراجل ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه الايسان. يبقى الايسيلين ده او الايسان اما اعمل له عمليه ريدكشن بيتحول الى مين؟ يتحول الى الايسان المقابل، الالكان المقابل. نتيجة ان انا كسرت الباي بوند عملت لها عملية ريدكشن بجزيء الهيدروجين. ده بقى انا عندي دلوقتي التريبل بوند ديت الرابطة الثلاثية عبارة عن ايه؟ 2 باي وواحدة سيجما. ينتموا إلى عائلة ايه؟ الألكاين، الألكاين. يبقى في الحالة دي يا شباب هستخدم كام جزيء من جزيء الهيدروجين ده؟ أستخدم واحد ولا اتنين؟ أنا عندي دلوقتي كام باي بوند هفكها عشان تتحول إلى ألكان؟ عايز أفك اتنين. يبقى لازم عندي كام جزيء من الهيدروجين؟ لازم يكون عندي 2 من جزيء من الهيدروجين. يبقى كل اسره باي هتتفك بجزيء هيدروجين، الكربونه دي تاخد اتش والكربونه دي تاخد اتش. ده بقى لو جبت لك اللي هو الراجل ده الالكاين ده اسمه اسيتيلين ده وفعلته مع جزيء واحد فقط هيديني ايه؟ لو فعلته مع جزيء واحد مش اتنين، يعني الاثنين دي خليتها واحد بس، يبقى اللي هيخرج عندي ده عباره عن الكان ولا الكين؟
تمام زهراء بارك الله في مجهوداتك. يبقى اللي هيخرج عندي ديت عباره عن الكين، لان انا عندي تريبل بوند، عندي اتنين باي بوند، فهعمل لو استخدمت جزيء واحد او مول واحد من الهيدروجين يبقى هيعمل لي ريدكشن لباي بوند واحده، يبقى هيديني الالكين المقابل. لو استخدمت اتنين جزيء من الهيدروجين يبقى الالكين هيتحول لالكين، والالكين يتحول الى الكان. ما اول حاجه عندي الاسره الاولانيه هتتفك تتحول الى الالكين، الاسره الثانيه الالكين يتحول الى مين؟ يتحول الى الايه؟ الى الالكان المقابل. طيب خدنا في الانترودكشن الاولانيه، قلت لك عندي الار اكس، الاكس اكثر سالبيه كهربيه من الار، يبقى الار عليه شحنه ايه؟ عليه شحنه موجبه جزئيه، الاكس عليها شحنه سالبه جزئيه، الاكس اقول لها ماينس اندكتيف افكت، الار اقول لها بوزيتيف اندكتيف افكت. ليه؟ نتيجه ان البوند اللي بينه وبين بعض بولار كوفيلنت بوند. يعني ايه بولار كوفيلنت بوند؟ يعني الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي اعلى من 0.4، يعني من 0.5 فما فوق. الكلام اللي احنا حاشينه في الانترودكشن مرارا وتكرارا، عند بولار كوفيلنت بوند اتجاه البولاريتي زي ما انتم عارفين ماشي كده، الكلام ده انتم عارفينه صامت. طيب الراجل ده الالكايل هالايد ده لما اجي افعله مع المغنيسيوم ميتال بيقوم جاي المغنيسيوم ميتال بيحل محل مين؟ الاكس اللي موجود عند الهالايد، يعني بيديني ار ام جي اكس. فاكرين لما كنت بقول الالكايل ليثيوم في موضوع الاندكتيف افكت؟ الالكايل ليثيوم كربون متصل بليثيوم، كان مين اللي عليه شحنه سالبه يا شباب؟ اللي كان عليه شحنه سالبه مين؟ الالكايل الكربون بتاعت الالكايل ولا الليثيوم؟ تمام الليثيوم برضه، الليثيوم الاعلى سالبيه يا صالح يا اخي، حرام عليك يا اخي. الكربون اعلى سالبيه من الليثيوم، ده الليثيوم واحد او اقل من الواحد، والكربون اتنين ونص، اتنين ونص. ارحم نفسك يا صالح من المذاكره شويه الله يكرمك. يبقى الار هي اللي بتسحب الالكترونات، وبناء عليه قلت لك الاورجانيو ميتاليك ريجنت. ساعتها لما كنت حتى بكلمك في الكربونايل، اي كربون متصله بميتال زي الليثيوم زي المغنيسيوم زي الالومنيوم زي الصوديوم، الكربون اعلى سالبيه الكهربيه. ففي الحاله ديت بقول عليهم اورجانيو ميتاليك ريجنت، يعني حاجه اورجانيك زي الالكايل جروب زي الكربون الاورجانيك متصله بميتال. المركبات دي بقول عليها اورجانيو ميتاليك ريجنت، الكربون فيها عليها شحنه سالبه لانها اكثر سالبيه كهربيه، فبتسحب الالكترونات بتاعه البولار كوفالنت بوند يمتها. بقول حاجه جديده؟ ما بقولش حاجه جديده والله. يبقى الراجل ده اتحول الى الار ام جي اكس، يبقى حولت دلوقتي نتيجه ان انت فعلته مع المغنيسيوم اداني كاشف جرينرد. الناس اللي خدت في الاعدادي الاورجانيك او ما خدتش مش مشكله، يبقى الار هنا اتحولت من شحنه موجبه الى شحنه سالبه، والمغنيسيوم طبعا هو اللي موجب. الوقت هفعله مع الماي، الماي ديت فيها ايه؟ فيها اتش. الار السالب ديت لما تفعل لي مع الماي او، وعندي هنا اتش، وطبعا الاو اعلى سالبيه كهربيه بتسحب منها الالكترونات، يبقى الار ديت هتاخد الاتش الموجب من مين؟ من الماي. يبقى الار السالب دي في الحاله دي يا شباب الكربانايون ده لما خد الاتش از بروتون من الماي عشان يتحول الى الار اتش، ما هو لازم ده سالب ياخد حاجه موجبه. الراجل ده الار ام جي اكس الار اللي موجوده عندي ديت اشتغلت از نيوكلوفايل ولا از بيز؟ اشتغلت كنيوكلوفيل ولا اشتغلت كقاعده؟ الناس ترد عليا. اللي بياخد الحاجه الاتش بروتون يبقى بيشتغل كقاعده ولا بيشتغل كبيز؟ تمام زهراء بارك الله فيك، كل اللي اسمه زهراء شاطر. اي حاجه عندك عليها شحنه سالبه تاخد اتش بروتون يبقى في الحاله ديت ان هي اشتغلت از بيز. اللي ياخد اي حاجه اسيدك يبقى على طول تعرف ان هو بيشتغل از بيز. طب تمام، لما خدت الاتش البروتون يبقى سالب لازم ياخد اتش ايه؟ اتش موجب، ما ينفعش موجب ياخد موجب، يبقى ده شغل مجانين. يبقى الار السالب، ما انا فعلتها ليه مع المغنيسيوم؟ في ولازم في وجود الايثر عشان يديني الار ام جي اكس. ار ام جي اكس الراجل ده في وجود الماي بيتحلل المركب ده جرينر دي بيحصل له هيدروليسيس الار ام جي اكس، بياخد من الماي الووتر ويتحول الى الار اتش. الار دلوقتي الالكايل جروب لما ضفت لها اتش يبقى اتحولت الى الالكان المقابل. بمعنى لو الار اللي عندي ديت مجموعه ايسايل يعني سي اتش 3
سي اتش 2 ديت مجموعه الايسايل، مش الايسايل عباره عن ايسان، سي اتش 3 سي اتش 3 حذفت منه اتش، يبقى اسمها مجموعه الايسايل. كنت بادئ مثلا بايسايل هالايد باي اكس بقى، كلورايد بروميد فلورايد اي حاجه، يبقى اللي هيخرج عني لو انا بادئ بايسايل هالايد يا شباب الالكان ده هيبقى اسمه ايه اللي خارج عندي ده؟ لما اضيف لده الاتش الايسايل ديت هتتحول الى ايه؟ الى الايثان بس كده. كنت بادئ بميثايل يبقى اللي طالع عندي تبقى ميثان، بادئ بروبايل بروبايل كلورايد يبقى اللي طالع عندي اسمه بروبان، بادئ بهكسايل كلورايد، هكسا يعني 6 كربون، هكسا يعني 6 كربون، هكسايل كلورايد يبقى اللي خارج عندي عباره عن ايه؟ عباره عن هكسان، سي 6 اتش 14، اضرب في 2 وزود 2، اضرب في 2 عشان تجيب عدد ذرات الهيدروجين، اضرب في 2 وزود 2 عليهم بعد ما تضرب. يبقى انا دلوقتي عندي اي كربون اي الكايل جروب متصله بميتال، المركبات دي بقول عليها اورجانو ميتاليك ريجنت. طيب دلوقتي عندي المركب بتاعي ده، بعمل عمليه كابلنج بين الهالايد هالايد الكايل هالايد مع جرينارد ريجنت. احنا عرفنا جرينارد ريجنت اللي هو ار ام جي، ار ام جي اكس دي من تحضره ازاي ده، بحضره ازاي ده، اجيب الالكايل هالايد الار اي وافعله مع المغنيسيوم في وجود الايثر، اعرف دي زي اسمك ار اي، افعله مع المغنيسيوم في وجود الايثر اللي احنا لسه قايلينه هنا اهو، اهو ار اكس مع الام جي في وجود الايثر يديني مين؟ الار ام جي اكس. يبقى كده حولت الار اللي عليها شحنه موجبه الى ار عليها شحنه سالبه، نتيجه ان انا فعلته مع مين؟ فعلته مع ميتال، واللي عندي السولفنت اللي عندي ايثر، السولفنت اللي عندي ايثر. يبقى الار ام جي اكس اللي انا حضرته ده بفعله مع الكايل ايودايد، فعلته مع الكايل كلورايد، فعلته مع الكايل فلورايد برومايد، قول زي ما تقول. في الحاله دي يا شباب انا هسالكم سؤالين، الار بتاعت الار ام جي اي ديت ولا الار ام جي اكس، الار ديت عليها شحن ايه؟ احنا لسه قايلينها من ثانيه، الار ديت الاولانيه دي عليها شحن ايه؟ تمام زهراء، عليها شحنه سالبه. ليه؟ لانها متصله بميتال اعلى منه في السالبيه الكهربيه، فهتسحب منه الالكترونات بتاعه الاسره اللي هي البولار كوفيلانت بوند. شفت انواع البوند؟ احنا قاعدين نحشف كل اللي قايلينه في الانترودكشن عشان تكون فاهم. طيب عندي هنا، طب عندي هنا بقى في الار سي ال او الار بي ار او الار اف، في هنا في الجزئيه الثانيه ديت في الار ديت الار اكس ديت، الار هنا بقى في الثانيه ديت عليها شحنه ايه؟ تمام زهراء، عليها شحنه موجبه، عليها شحنه موجبه. يبقى انا عندي دلوقتي واحد سالب وواحد موجب. تمام، عاشت ايديكم جميعا. تمام صالح، السؤال بقى المهم، السؤال المهم، عشان انا في الامتحان مش هقول لك سمع، لو امتحان حضور مش هقول لك سمع، هجيب لك التفاعل واسالك عليه. في الحاله ديت الشباب الار ام جي اي ديت الار اللي عندي ديت هتشتغل از ايه اللي عليها شحنه سالبه ديت، اللي عليه شحنه سالبه ده وهيروح يعمل هجوم على واحد عليه شحنه موجبه، اللي عليه شحنه سالبه وروح يهاجم كربون سالب هتهاجم كربون موجب. الكربون السالب ديت هتشتغل از بيز ولا از نيوكلوفايل؟ هتشتغل الار اللي عليها شحنه سالبه بتاعت جرينارد ري ايجنت او الاورجانو ميتاليك ري ايجنت ده. لو سمحتوا يا شباب موضوع الحضور ده والحاجات اللي هي بره المحاضره ديت، لو سمحتوا محدش يجيب سيرتها خالص وانا بشرح. از نيوكلوفايل، تمام زهراء باسم، از نيوكلوفايل بقى معلش شحنه سالبه، ما احنا قلنا ان النيوكلوفايل هو السورس بتاع الالكترون، الحنفيه كانت بتنزل مكان ما تنزل ماي كانت بتنزل الكترونات، هو ده النيوكلوفايل. طيب الراجل بقى اللي بيستقبل الالكترونات اللي جايه من الحنفيه اللي هي عليها شحنه سالبه ده اسمه ايه؟ الار اكس ده اللي عليه شحنه موجبه ده اسمه ايه؟ اسمه الكتروفايل اللي هو الاي موجب. يبقى انا عندي هنا اي موجب بتاعت الالكايل هالايد، الار ام جي اكس ده النيوكلوفايل، مش قلت لك من انواع النيوكلوفايل الكربوناين ده كربون وعليها شحنه سالبه يبقى اسمه كربوناين اللي هو النيوكلوفايل. يبقى النيوكلوفايل السالب ده هيهاجم الار الموجب، يعمل عليها نيوكلوفيليك اتاك
يعمل هجوم نيوكلوفيلي. الاثره اللي اتكونت عندي بين الاثنين دولت هي ايه؟ هي الشحنه السالبه اللي موجوده على الار، الشحنه السالبه بتاعت النيوكلوفايل هي اللي كونت الاثره اللي موجوده عندي. يبقى دلوقتي بناء عليه حصل كده عمليه تزاوج، عمليه كابلنج، الالكايل هالايد مع جرينرد ري ايجنت، مع مين يا شباب؟ مع جرينرد ري ايجنت. طيب تمام، يبقى معنى ذلك الار ديت لو كانت عباره عن ايسايل سي 2 اتش 5، عشان في الامتحان انا هجيب لك بقى، مش هجيب لك المثال بالمنظر ده، احط لك اي الكايل جروب مش هتفرق معاك، والار الثانيه اللي عليها شرطه ديت عباره عن ميثايل مثلا، ها يبقى البرودكت اللي عندي هيبقى ايه؟ اما اجيب ميثايل مع ايثايل يبقى البرودكت ده هيكون ايه اللي عندي في الاخر ده؟ 3 كربون ميثايل مع ايثايل، يبقى البرودكت اللي عندي في الاخر ده يبقى عباره عن ايه؟ ثلاثة كربون يا شباب هيبقى عبارة عن ايه اللي في الاخر ده؟ الالكان ده يكون عبارة عن ايه؟ سي 3 اتش 8 ده اسمه ايه؟ بروبان ولا بيوتان ولا هكسان ولا زعلان ولا عيان؟ اسمه بروبان، زي ما زينب عباس بتقول كده بارك الله فيها، يبقى اسمه بروبان. طب لو عندي ديت بروبايل وده ميثايل، لو عندي دي بروبايل وده ميثايل يبقى اللي طالع ده بيوتان، لو ديت بنتايل ودي ميثايل بيبقى بنتا مع ميثايل يبقى اللي طالع ده اسمه هيكسان 6 كربون. طب ده كانت هيكسايل هيكسايل وديت ميثايل يبقى الهيكسان مع ميثايل جروب يبقى اللي طالع ده هبتان 7 كربون، مش انا عندي هنا 2 1 يبقى يطلع عندي في 3 يبقى بروبان. طب عندي هنا 5 بنتايل وفي ميثايل يبقى بنتايل مع ميثايل يبقى 6 يبقى اسمه هيكسان. المستعان. طيب اخر حاجه عندي عشان ساره اللي بتسال على الغياب، عندي ده قلت المجموعه دهيت اسمها مجموعه كربوكسيليك اسيد، مجموعه الكربوكسيل فانكشن جروب اللي خدناها في اخر حاجه في الانترودكشن بتاعه الاورجانيك، قلت عندي الفانكشن جروب دي اسمها مجموعه الكربوكسيليك اسيد سي او او اتش، ديت هنا كربون دي عباره زي بتاعه الكيتون بس متصله هنا باو اتش، فبقول عليها مجموعه الكربوكسيليك اسيد سي دبل بوند او او اتش، الكربون متصله بمجموعه هنا سي دبل بوند او متصله بالناحيه الثانيه باو اتش، ومن هنا متصله بار بمجموعه الكايل، متصله بمجموعه الكايل. فبقول لسيادتك اخر طرق من طرق التحضير لما اعمل دي كربوكسيليشن، دي يعني نزع، اليمينيشن كلمه دي يعني نزع، لما اعمل دي كربوكسيليشن يعني بنزع مجموعه الكربوكسيل من الكربوكسيليك اسيد او الاملاح بتاعته او الاملاح بتاعته، الراجل ده بيتحول الى ايه؟ بيتحول الى الكورسبوندنج الكان، الى الالكان المقابل. هنا حصل ايه بقى الدي كربوكسيليشن ديت؟ ان انا هنزع الكربون دايوكسيد، ادي الكربون دايوكسيد اللي احنا خدناه في الدايبول مومنت اللي مالوش دايبول مومنت، وقلت عندك الشكل بتاعه خطي سي او 2، سي او 2 هو ده الاستراكشر الحقيقي بتاعها اللي هو مرسوم تحت ده اللي خدناه في الدايبول بتاع سي او 2 سي دبل بوند او سي دبل بوند او. تمام، يبقى الراجل دلوقتي انا لما حذفت دلوقتي السي دبل بوند او ديت او 2 ديت اللي عندي اللي هو كربون دايوكسيد ده، اتبقى عندي مين؟ اتبقى عندي ار واتبقى عندي هيدروجين. الار مع الهيدروجين دي يا شباب يساوي ايه؟ الار مع الهيدروجين دي يديني ايه؟ يبقى اللي طالع عندي ده عباره عن ايه؟ تمام صالح، عباره عن الكان، عبارة عن الكان، وهو ده المطلوب اثباته. يبقى كلمة عملية اعمل دي كربوكسيليشن يعني ايه؟ يعني انزع او اطير مجموعة الكربوكسيل، يعني الكربوكسيليك اسيد جروب اللي عندي اطير منها كربون دايوكسيد. اعرف المصطلحات الجديدة ديت من حضورك المحاضرة والفيديو والكلام ده كله، انا كل اللي عايزه عايزك تتعلم، انا ما تفرقش معايا حضرت ما حضرتش، انا بحط لك اليوتيوب عشان الناس المشغولة، الناس اللي مش عايزة تحضر، الناس اللي بتقوم متأخرة براحتها، انا عايز تتعلم تحضر ما تحضرش، تاكل ما تاكلش، اعمل تعمله. اهم حاجة عندي في الآخر المحصلة النهائية انك انت تفهم وتتعلم حاجة، ليس إلا. ماشي يا شباب، هنتفق بهذا القدر، والناس تشد حيلها إن شاء الله علشان يوم السبت القادم في امتحان في الالكان زي ما وقفنا، او نخلي الامتحان مش يوم السبت، نخلي السبت ان شاء الله. الله المستعان، ربنا يبارك فيكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد الغياب علشان خاطر سارة ما تزعلش.